11 صباحا نشرة الأخبار، أهلا بكم. في المستهل تجرى اليوم على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة. هذا وقبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وانتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات المستحدثة بموجب التقسيم الإداري الجديد، يقوم السيد رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية بتعيين أعضاء نصف الثلث الرئاسي من بين الإطارات والكفاءات والشخصيات الوطنية مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات. هذا وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد صرح في لقاء خاص للتلفزيون الجزائري على أن 50% من ملفات الترشح للتجديد النصفي لانتخابات مجلس الأمة رفضت لأسباب تتعلق بشبهة المال الفاسد. الفساد الذي يعني أصبح يمخر يعني أركان الدولة الجزائرية، إن شاء الله نقضيوا عليه من هذا القبيل، ولكن باش يذوب نهائيا لابد تكون فيه يقظة وفي نفس الوقت التزام كل المواطنين وكل المترشحين. عندي أمل بأن هذا الكلام هذا إن شاء الله حتى لو كان عنده نوع من الحقيقة يعني في سميت وانا بالميركاتو سمعت، لأن الناس تعودت على هذا الأمر هذايا، ما يكونش عنده تأثير. أنا أقول ما يكونش عنده تأثير إن شاء الله داخل، مثل ما فشلت المحاولات في انتخاب المجالس البلدية والولائية، مثل ما فشلت يعني إلى حد كبير، ويعني وصبحت يعني المنتخبين الحمد لله معظمهم يعني منتخبين من قبل الشعب بكل نزاهة، ولكن أهم اللي راهي بكثرة في الرفض نتاعنا هي عاملين أساسيين، هو الشبهة بالشبهة المال الفاسد والشبهة بالتأثير على نتائج الانتخاب بصفة مباشرة وغير مباشرة. نقولوا 70% من أسباب الرفض هذو هما السببين، ومن سببين هذو ما المال الفاسد هو 50% من أسباب يتصدر الأسباب. وعن مجريات عملية انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة يلتحق بنا الزميل خالد بن جرينا من ولاية تجرت. خالد أهلا بك، ضعنا في صورة عملية الانتخاب لتجديد أعضاء مجلس الأمة بولاية تجرت. نعم، مرحبا بك زميلي، صباح الخير للمشاهدين الكرام. إذا نحن نتواجد الآن بالمقر مجلس الشعبي الولائي بولاية تجرت، حيث انطلقت على الساعة 8 صباحا عملية التجديد أو العملية الانتخابية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بولاياتها الجديدة. العملية الانتخابية تسير في ظروف جيدة يسودها التنظيم المحكم وسط الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي. العملية الانتخابية أقول تسير تحت إشراف المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، حيث سيتم اختيار 2 أو مقعدين لتمثيل ولاية تجرت بالغرفة الثانية للبرلمان. في هذه الأثناء التحق معنا السيد السائح المبارك أيوب المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات ليضعنا في صورة هذا الحدث، خاصة ولاية تجرت هي ولاية جديدة ومستحدثة، ضعنا في صورة هذا الحدث سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة انتخاب أعضاء تجديد نصف لأعضاء مجلس الأمة وانتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، تم اليوم بولاية تجرت افتتاح بهذه المناسبة، جرت في ظروف جيدة اتباع البروتوكول الصحي، إجراءات أمنية كذلك جيدة. كما نعلم أن ولاية تجرت يتنافس على مقعدين في مجلس الأمة 8 مترشحين بهيئة ناخبة تعدادها 254 عضو. تتم عملية الانتخاب من 8 صباحا إلى غاية 5 مساء بإذن الله، بتوفيق للجميع وشكرا. إن شاء الله، شكرا لك سيد السائح المبارك أيوب المنسق الولائي للجنة المستقلة للانتخابات. إذن العملية
العملية أقول لازالت مستمرة، عملية انتخاب النصف أو انتخاب أعضاء مجلس الأمة هنا بالولاية الجديدة تقرت. سنوافيكم بأي جديد في قادم الأخبار إن شاء الله. شكرا. ومن ولاية تقرت إلى أولاد جلال، حيث ينضم إلينا زميل رضا تبرماسين. رضا، كيف هي مجريات الاقتراع لتجديد النصف لأعضاء مجلس الأمة؟ نعم، صباح الخير زميلي، صباح الخير مشاهدينا الكرام. هي انتخابات هي الأولى من نوعها هنا على مستوى ولاية جلال لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة هنا، ونحن داخل هذه القاعة، قاعة المداولات للمجلس الشعبية الولائية. نسبة التصويت أو قلت العملية التي انطلقت منذ 8 هذا الصباح وعلى مدار 3 ساعات تقريبا، نسبة التصويت وصلت إلى غاية الآن أو قد فاقت 60%. 86 منتخبا أدلوا بأصواتهم إلى غاية الآن من جملة 141 منتخبا. العملية متواصلة من الآن أو قلت من هذه الصبيحة وإلى غاية الخامسة من هذا المساء. تفاصيل أخرى سوف تترقبونها في قادم المراسلات والتدخلات الإخبارية رفقة رئيس أو مندوب الولائي لسلطة الانتخابات هنا. الصورة ربما تغني عن أشياء كثيرة، تترجم أشياء كثيرة. العملية قد انطلقت وسط هدوء تام وسط احترام أيضا لإجراءات البروتوكول الصحي كما تشاهدون. معنا من ولاية جلال، وشكرا أيضا لخالد كان معنا من ولاية غورت. انطلقت هذا الصباح بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا إشغال القمة 35 للاتحاد الإفريقي بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. القمة التي تحمل شعار تعزيز الأمن الغذائي والتعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية، وتناقش القمة على مدار يومين الملفات المتعلقة بالسلم والأمن والحوكمة والإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى التعاون الاقتصادي. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 970 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، فيما تمثل 560 مريضا للشفاء حسب بيان وزارة الصحة. ودعما للجهود الوطنية في مكافحة الوباء، وبعد إقرار تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي، تتضافر جهود الفاعلين بالمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة لضمان التزود العادل والمتوازن بالأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي للفيروس العينة من مخابر التصنيع الصيدلاني بقسنطينة. مع نور الدين بن عبسة. التزمت مخابر الألديان بقسنطينة بتوفير الأدوية التي يتضمنها البروتوكول العلاجي لكورونا في الأسواق لتفادي النفاد، استجابة لتسخيرة وزارة الصناعة الصيدلانية. استجبنا فورا وقمنا بتنصيب خلية داخلية، خلية متابعة لمتابعة التصنيع، ليتم عبر 3 مناوبات، يعني طراشيف في اليوم، وثاني 7 أيام على 7 أيام، يعني حتى أيام العطلة الأسبوعية راح نعمله. استثنائيا جندت كل الوسائل المادية والبشرية لأجل إنتاج الباراسيتامول لأهميته العلاجية وكثرة الطلب عليه. تم تسخير وحدتي تصنيع ذات قدرات إنتاجية عالية خاصة بإنتاج الباراسيتامول 1 غرام، كما تم تسخير لي زيكيب كونترول كاليتي وديريكسيون تكنيك للتمكن من تزويد الموزعين في ظرف اقل من 24 ساعة بالمنتوج، وذلك لتمكين المرضى من الحصول على الدواء في كافة ارجاء الوطن. المكملات الغذائية المدرجة في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، فضلا عن الفيتامينات والأملاح المعدنية المرافقة للشفاء وتقوية المناعة، تحظى كذلك باهتمام خاص. الفيتامين سي والزنك متوفر في جميع الصيدليات، وهذا يوضح قدرتنا الإنتاجية اللي يمكن تستجيب لأي طارئ وتغطي جميع الطلبات الكاملة. هو الالتزام والتحلي باليقظة لضمان مخزون استراتيجي بإنتاج كل ما له علاقة بالوقاية وعلاج فيروس كورونا.
وبعد قرار رفع إجراء غلق المؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم غد الأحد، أطلقت حملات تعقيم وتنظيف واسعة بجميع ابتدائيات ولاية بشار. الحملة جاءت بالتنسيق مع جمعيات وممثلي المجتمع المدني لضمان عودة التلاميذ وسط أجواء آمنة. في الرياضة، في كرة القدم، تلعب اليوم مباراة الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وبرنامج هذه الجولة يكون على الشكل التالي: شباب بلوزداد، وداد تلمسان، اتحاد بسكرة، نصر حسين داي، هلال شلغوم العيد، أولمبي المدية، مولودية وهران تستقبل مولودية الجزائر، فيما تواجه شبيبة الصورة أمل الأربعاء، في حين يستضيف فريق سريع غليزان نادي نجم مقرى. إذن بالرياضة نصل لختام نشرتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.